بعد انتهاء الحصه التدريبيه لفئه الاناث لفريق اتحاد طنجه كره السله. طنجي سبورت تستضيف الاطار الطنجاوي سي حسن البركاني وهو المدرب ديال هذا الفريق. سي حسن البركاني مرحبا بك، واش يمكن لك توصف لنا الاجواء اللي كتمر بها التدريب ديال فئه الاناث ديال فريق اتحاد طنجه لكره السله؟ اولا شكرا على هذه الاستضافه، كنرحب بك كذلك سي عشوك. بالنسبه لفريق الاناث نادى اتحاد طنجة هذه السنة ارتأى المكتب المسير لإعادة هيكلة هذه الفئة، بحكم أن البداية ديال السنة وجدنا فراغ كبير على مستوى العنصر البشري، وبالتالي وضعنا برنامج للمدى المتوسط من أجل إعادة بناء هذا الفريق. بالنسبه للبطوله ديال الفئات ديال الاناث هذه السنه كتعرف تنافس كبير بين مجموعه ديال الفرق اللي هي معززه بلاعبات اجنبيات. بالنسبه لفريق نهضه اتحاد طنجه اكتفى هذه السنه بالتكوين وباعطاء فرصه للعنصر المحلي من اجل خلق فريق تنافسي ان شاء الله في المستقبل، وبالتالي العمل ديالنا يصب تكوين واعطاء اهتمام كبير للقاعده ربما واكتشاف العنصر النسوي بمدينه طنجه بخصوص. بالضبط، وهذا ما نقوم عليه، وهو برنامج مسطر بالتنسيق مع الاداره التقنيه من اجل خلق فريق مستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا سي حسن البركاني، كنت في الضيافه ديال طنجي سبورت. شكرا جزيلا.